وسلم للنبي وآله والصحاب والقطب تجال نسله حمدا لذي الجلال والإكرام وحصل بسيد الأنام وحصل بسيد الأنام محمد صفوة بغسل الله عليه والآل صلاة الله وبالصلاة الفاتح الذي سما كل العبادات وسرها حوى صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب دجال نسله حمدا لذي الجلال والإكرام وحصل بسيد بسيد الأنام وبالآب القيد تجاني أحمد ممد من مضى ومن أتى غدا وزب على ذكري صلاة الفاتح بأدبيات كخير فاتح صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب دجال نسره حمدا لذي الجلال والإكرام وحصل بسيد الأنام وحصل بسيد الأنام بفتح والأنام والأسرار بأسرار من لام حتى الأبصار افتح بها خزائن الأسرار اكتم بها مراتب الأبرار صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقطب دجال نسله حمدا لذي الجلال والإكرام وحصن بسيد الأنام هدية للمصطفى العدنان نيابة عن أحمد التجاني ملتمسا بذلك الرحمن
معايض نبينا العدنان. صلي وسلم لي نبي وآلي والصافي والقطب تجاني نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام وحصن بسيد الأنام وحصن بسيد الأنام بها كفاية بأسرار بالليل والنهار وكنية عن سائر الأوراد في الدين والدنيا وفي العادي. صلي وسلم نبي وآلي وصحبي والقطب تجاني نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام وحصن بسيد الأنام وحصن بسيد الأنام بمحض فضل سيد الأنام عليه وابن من السلام وفضل شيخنا تجاني أحمد عليه وابن الرضا مجتدى. صلي وسلم لي نبي وآله والصحب والقطب تجاني نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام وحصن بسيد الأنام وحصن بسيد الأنام ومن كرامته في الأزمان فامنن بغفران وبالرضوان ونزغة من سيد الأكوان. صلي وسلم لي نبي وآلي وصحبي والقطب تجاني نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام وحصن بسيد الأنام وحصن بسيد الأنام ونزرة من أحمد التجاني نوما ويا
فات بالغسل والرضوان بمحض فضل الله وامتنان. صلي وسلم لي نبي وآله والصحاب والقطب تجاه نصري حمدا لذي الجلال والإكرام وحصنا بسيد الأنام وحصنا بسيد الأنام. يا ربي فاتح بالخاتم بسر سرها بالناصر سرني على كل العدا بالهادي فاهدني لأقوام الهدى. صلي وسلم لي نبي وآله وصحبه والقطب تجاني نصري حمدا لذي الجلال والإكرام وحصنا بسيد الأنام وحصنا بسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له صدق وسر. يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيء قد جاءوا ثم المقام
الورى ودوة الخدايا. يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيء قد جاء حبيب النبي سيد محمد أمن غضب حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيد محمد أمين خطبي حبيب النبي سيد محمد أمين خطبي حبيب النبي عدا عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهدى الأزكياء العتقية سيدنا النبي 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 أمين خطب حبيب النبي سيد محمد أمين خطب حبيب النبي لا فخر للبنت بملبس وما به تحلت من حلي إنما
الأخوة والفتى به بالعلوم والأدب لا بالجمال والحرير والذهب لا بالجمال والحرير والذهب سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي والبدوي
صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك واعطينا ما
قد سألنا من عطاياك الجسامي يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المقدر عنا من صلاة سلامي يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي وسلم وبارك.